صرخة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية عبرت ربما عن وجع الكثير من اللبنانيين. في أقرب نقطة إلى السراي الحكومي وقفوا وتحدوا الأسلاك الشائكة. يا عيب الشوم عليهم، نحن واقفين بجبول الدافع عن حقوق مين؟ الطائفة. طز عليكم على الطائفة اللي عم تحكوا عنا. أي طائفة عم تحكوا عنا؟ الأساتذة الذين انتظروا في الشمس الحارقة والرطوبة المرتفعة 6 ساعات خذلهم السياسيون، فأرجأ مجلس الوزراء البند المتعلق بتفريغهم إلى الأسبوع المقبل. ما تفاجأنا، لأنه نحن بنعرفهم كذابين، وهذا اللي أثبتوا لنا إياه اليوم. كل يوم عن يوم عم يثبتوا لنا انه هالحكومه عم تكذب علينا، لا بهمهم جامعه، لا بهمهم طلاب، لا بهمهم نحن. كيف حطوا لنا الحديد والاسلاك الاسلاك الشائكه؟ نحن اساتذه جامعه، نحن مالنا ارهابيين. يعتبر الاساتذه ان هناك تقسيما للادوار بين القوى السياسيه، فبعدما كان المستقبل يعرقل الملف الاسبوع الماضي، ها هو الكتائب يقوم بالدور نفسه. الوزراء اللي فوق والناس المسؤولين بتعرف تنفض الكيموني بس. من بعد كل هالغربي وهالعذاب رجعوا بدهم يقيمونا، هيدي هانه. صار في اتصال من حزب الكتائب انه هن مش ماشيين بالملف، لانه بيعتبروا كانوا انه مش مطلعين على تفاصيله. رغم انه انا صار في لقاء بيني وبين الشيخ سامي جميل وناقشنا كل الامور، لكن الأساتذة استبقوا أي تحرك سياسي، وكانوا صباحاً قد أعلنوا عن خطواتهم اللاحقة. نحن مكفيين، لا تسليم للنتائج مهما كلف الأمر، يتفضلوا جميعاً يتحملوا المسؤولية التامة. وفي المحصلة 75 ألف طالب وحوالي 1000 أستاذ باتوا رهينة إقرار ملف التفرغ في الحكومة.